يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. I was 22 when I became Muslim. I was a bit younger than that when I accepted Islam. But I make a distinction between accepting Islam and actually becoming a Muslim. So the first thing I really remember, of course, about Muslims and meeting Muslims was when I went to Egypt. My parents were living there. So those were my first experiences, meeting Muslims, going to a Muslim country. It was a very strange experience, I have to say. I mean, the thing that sticks in my mind is that how generally happy people were, even though they didn't really have any reason to be happy. I mean, according to Western standards, the reason to be happy is when you've got a nice car, you've got a nice house, you've got a nice, you've got a nice girl, right? And you've got lots of money, so you have a good time, and then you're happy, right? I mean, that's the Western standard of happiness. But if you go, when you go to Egypt, I mean, certainly when I went there, you didn't see that. People were extremely poor. And poverty was the immediate thing you noticed was poverty. Yet, in spite of poverty, people seemed to be extremely happy. That is a very strange thing to encounter because it immediately goes against everything that you've been led to expect as the source of happiness. My name is Terry Holbrooks. I was previously in the military and was a guard in Guantanamo Bay, where I converted to Islam. And obviously, as time has shown, we've sent 550 of them home now, so they weren't guilty to begin with. They were always smiling. There must be something in your faith or in your life that's lacking in mine, because I'm here, and I'm not smiling every day, but you are. That's amazing. What do you have that I don't? القصة الحقيقة هي قصة مؤثرة. كنت في محاضرة في لوس أنجلوس ولعل ذكرتها مرارا يعني. وبعدين دخل علي أخوان من سوريا ومعهما رجل أمريكي. فإذ بأحد الأخوين السوريين بيقول لي: يا شيخ محمد لو سمحت والله، وأنا ألقي المحاضرة، لو سمحت والله عاوزين الأخ الأمريكي ده جاي يسلم وعاوزين يردد الشهادة خلفك. قلت: أهلا وسهلا، تعال يا مرحبا. وبعدين جلس الأخ الأمريكي إلى جواري، قلت له: قبل ما تنطق الشهادتين أنا أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحالنا لا يسر عدوا ولا حبيب؟ جاي لنا ليه؟ وعاوز تدخل ديننا ليه؟ فقال بأنه رجل ملياردير شائبول، عندي أساطيل وشركات طيران وعندي أموال وما شاء الله. يقول: ومع ذلك، بنفسي ترجمة حرفية تقريبا لما قال ومع ذلك فقد سئمت الحياة، مليت. بقول لي: ما فيش طعام اشتهيته ما أكلتوش، ما فيش امرأة اشتهيتها لم أفعل بها ما أريد، ما فيش مكان في العالم اشتهيت أن أراه إلا وذهبت إليه، ما في شيء، ومع ذلك حاسس بأني بختنق. الرجل ده يا أخوانا، أنا دخلت بيته، أنا دخلت يعني بيوتا فخمة وقصورا فخمة في الخليج، أسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعم، ومع ذلك ما رأيت قصرا بهذا الإبداع والجمال. قصر مبني على المحيط، حديقة عجيبة جدا. هو يقول لي أني تربة هذا الحوض بزهوري جاي من فرنسا، والتربة دي جاي من بريطانيا، والتربة دي جاي من استراليا، يعني تربة بالزهور منقولة بالطيران إلى الحوض، يعني إبداع جمال عجيب. كنا في برد قارس جدا، وأنا جالس أنه هو المكان زجاج، فأنا أنظر إلى السيارة اللي احنا جينا فيها، وجدت السيارة مغطاة بالثلج، وطبعا الجليد الآن في أمريكا وصل 30 أو 40 سنتي. سبحان الله، خير مغرق يعني. فأنا جالس سبحان الله يعني مشغول جدا، العربية تغطت بالثلج، فأنا رجل فلاح
مشغول قوي، طب هنطلع ازاي ونركب ازاي ونفتح ازاي. فهو يعني قرأ نظراتي فضغط على مفتاح زي مفتاح النور كده، وبعدين بعد دقيقة ونصف دقيقتين انساح الجليدنا على السيارة. خارجين انا وهو سبحان الله، الأحذية أعزكم الله اتغطت بالثلج، فضغط على زرار في جهاز موجود في المكان اللي اركب فيه ومد الحذاء فلمع له الحذاء. قلت ده سئم الحياة، أمال احنا نقول ايه؟ سبحان الله، لأن هو أعطى البدن كل ما يشتهيه ونسي العنصر الآخر والأصل الآخر في البدن. وانت حضرتك بتعطي البدن ماشي، هتيجي مدة معينة هتمل وهتسأم. لا يستطيع طائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد، ممكن ينجح لمدة طويلة بس سيسقط، حتما لينكسر جناحه الآخر. مستحيل بالمادة بس أو بالبدن بس، لازم بالبدن والروح. الشاهد سبحان الله قلت له طب وإيه اللي يعني أتى بك اليوم؟ قال الرجل السوري ده، أنا دخلت اليوم الشركة فوجدته وضع رجله في الحوض الذي أغسل فيه وجهي، أخونا بيتوضأ. فهو انفعل جدا وغاضب، قال له أنت ما عندكش ذوق ولا عندك أدب ومفردات، ليه طبع رجلك هنا في الحوض اللي أنا بغسل فيه وجهي؟ قال له أنا بغسل رجلي دي 5 مرات يعني أنظف. والله انتوا هتودونا في ده. انا ما قلتش حاجه. فقال له انا بغسل رجلي كل يوم 5 مرات. قال له ليه؟ يعني فزع الرجل. قال له انا اتوضا 5 مرات او اكثر. قال له ليه تتوضا؟ قال له عشان اصلي. قال له يعني ايه الصلاه؟ فوضح له بكلمات قليله. وتصلي ليه؟ قال له لله. قال له من الله؟ ما اعرفش حاجه. سبحان الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سبحان الله. فالمهم قال له طيب أنا ما دخلتش عليك مرة لقيتك سكرانا. قال له لا أعوذ بالله، ديني يحرم علي الخمر. قال له طب ما دخلتش مرة لقيتك مهموم ولا حزين ولا زعلان وأنا صاحب الشركة مانيش حاسس بالفرح والسعادة اللي أنت عايشها. قال له الحمد لله علمني نبي صلى الله عليه وسلم حديثا أحفظه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طب لو دخلت دينك ده أشعر بالراحة والسعادة اللي انت عايشها؟ قال له يقينا إن صدق. قال له أنا صادق، قل لي أعمل إيه ونعمله. قال له طب اغتسل. استحمى يعني تحمم، فاغتسل وجاء به إلى المركز، وقدر الله لي هذا الرزق بغير سبب. فالشهيد سبحان الله اغتسل وجاء به. قلت له طيب يلا قول ورايا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا أخوانا وكنت يومها أشعر لأول مرة بثقل الشهادة. شوف احنا بنرددها سهلة وميسورة، لكن والله ثقيلة جدا. ينطق الرجل الكلمات أو إن شئت فقل الأحرف كأنه ينقل مع كل حرف صخرة من جبل لآخر. فلما أنهى النطق بالشهادتين بكى وارتفع صوته وارتجف جسده، فقام الإخوة ليسكتوه، قلت اتركوه اجلس أخته اقعد. ولما أنهى بكاءه قلت وأنا أسأله ليه بكيت؟ قال لا 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 قل لي أنت الأول. قلت له أقول لك إيه؟ قال لي قل لي السر في الكلمة التي رددتها الآن. قلت له ما هو؟ قال لي أشعر الآن براحة ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة.